ينضم إلينا من معبر رفح صالح الناطور مراسل التلفزيون العربي. مرحبا بك صالح، وأبدأ بالسؤال عن المساعدات الإنسانية، عن وتيرة دخولها، وكذلك إذا ما كان هنالك من تحديث بخصوص اقتراب ظهور ربما قافلة المحتجزين الإسرائيليين الجديدة. بخصوص المساعدات، ما تزال هذه المساعدات تدخل إلى الجانب الفلسطيني من قطاع من معبر رفح. من أيضا قبل نحو تقريبا 20 دقيقة دخلت 3 شاحنات، رأيناها وهي تغادر من هذه المنطقة باتجاه المدن في داخل قطاع غزة. وحسب معلوماتنا أن العمل مازال مستمر وجاري أيضا في الداخل في عند البوابة المصرية من هذا المعبر. أعداد الشاحنات يعني لا تحديثات جديدة الآن فيما يتعلق بالعدد، لكن في لقائنا السابق مع المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود قال أنه من المتوقع أن يصل العدد هذا اليوم أيضا إلى ما يقارب 200 شاحنة وفق ما تم الاتفاق عليه، وأن حركة دخول هذه الشاحنات حركة سلسة وهناك سرعة في دخول هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. فيما يتعلق بالوقود، دخلت كميات من الوقود 150 ألف لتر من السولار، في ايضا هناك كميه ايضا من الغاز، نحو 3 شاحنات دخلت ايضا من غاز الطهي الى الجانب الفلسطيني، حيث يتم نقل هذا الغاز من شاحنات مصريه الى شاحنات فلسطينيه مباشره، فيما تنقل الشاحنات المساعدات يتم ادخالها الى الجانب الفلسطيني، تاتي شاحنات فلسطينيه تحملها من بعد انزالها من الشاحنات المصريه ثم يتم نقلها الى داخل القطاع. حركه الجرحى ايضا كان هناك خروج لعدد من الجرحى، وكذلك عوده للعالقين من الجانب المصري فلسطينيين، اي انهم كانوا عالقين طوال الاسابيع الماضيه، ومنهم من كان موجود في منطقة العريش ومنهم من أتى أيضا من مناطق أخرى من داخل مصر، أيضا تم دخول عدد منهم. وفي عادة هيئة المعابر يعني تقوم في نهاية كل يوم بنشر إحصائية بأعداد هؤلاء الذين دخلوا، عدد أيضا الشاحنات التي تدخل. بالأمس 196 شاحنة دخلت من الجانب المصري. الأمر الثاني الذي يترقبه الناس هنا في هذا المعبر، مع كل حركة سيارة تأتي قريبة من هذا المعبر، أي إنارة سيارات تأتي من الجانب الآخر في الطريق العام كما نشاهد في الصورة، إذا بيساعدنا زميلنا المصور أيضا حسيب، يعني هناك تجمهر لبعض الناس مع إنارة أي سيارة تأتي من طريق صلاح الدين. هذا يبدأ الناس يتحركون ظنا أن تكون هذه السيارات هي سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يمكن أن تكون قد وصلت الآن، أو تكون هي هذه السيارات التي تقل الأسرى الإسرائيليين. هناك غموض في عملية تسليم هؤلاء الأسرى. بالأمس كان واضح أن حركة حماس كانت معنية بقطع الطريق ومنع وصول إسرائيل لأي معلومة تتعلق باحتجاز هؤلاء الأسرى وهذه الدفعات من الأسرى وأماكن احتجازهم وطريقة تسليمهم للجنة الدولية الصليب الأحمر. هي تريد أن تخفي أي معلومة بهذا الخصوص حتى لا تتمكن إسرائيل من الحصول على معلومات فيما يتعلق بطريقة احتجاز حركة حماس لهؤلاء الأسرى وكيف استطاعت أن تحافظ عليهم دون قدرة إسرائيل على وأجهزة الاستخبارات أن تعرف أماكن احتجازهم. وكذلك تريد أيضا أن يعني أن تؤمن أسرى آخرين محتجزين لديها حتى لا تستطيع أيضا إسرائيل أن تصل إليهم في حال انتهت هذه الهدنة الإنسانية، وعمدت إسرائيل إلى البحث عنهم أيضا سواء عبر طائرات الاستطلاع أو عن طريق يعني كل أجهزتها الاستخباراتية. وهذا حدث يعني في مع جلعاد شليط في عام 2011 عندما تم تسليمه، كان لم تستطع إسرائيل الوصول إلى معلومات بخصوص مكان احتجازه. ونذكر هنا أن لدى حركة حماس 4 أسرى إسرائيليين أيضا قبل هذه الحرب منذ عام 2014، نتحدث عن 9 سنوات مرت، وإسرائيل لا تحصل على معلومة بعد عن أماكن احتجاز هؤلاء الأسرى الذين كانوا قبل هذه الحرب الإسرائيلية. وبالتالي حماس مرة أخرى تحاول أن تمنع أي معلومة يمكن من خلالها إسرائيل أن تستدل على أماكن احتجاز هؤلاء الأسرى الإسرائيليين أو طريقة احتفاظ حركة حماس لهم وأماكن احتجازهم. نعم، أنتم تترقبون وصول هذه القافلة، قافلة
الصليب الأحمر، أنت وزملاؤك المراسلون الموجودون الآن عند معبر رفح، ولعل ما ذكرت قبل قليل يفسر ما ذكرته القناة 12 العبرية حول أن أسبابا فنية حالت أو أخرت من وصول المحتجزين الإسرائيليين إلى معبر رفح. أريد أن تصف لي كيف هو وضع المعبر حاليا وهو يستعد استقبال هذه القافلة، قافلة الصليب الأحمر التي تقل المحتجزين الإسرائيليين. أنتم الصحفيين موجودون الآن عند المعبر، هنالك أيضا مجموعة من الناس وأيضا قوات الأمن الفلسطينية موجودة. ما هو وصف وضع المعبر في هذه اللحظات؟ بخصوص عناصر الأمن، هناك عدد قليل جدا يعني، وحركة عناصر الأمن يعني لا تشير إلى وصول هذه القافلة، قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بالعادة تكون هناك انتشار أمني، بيكونوا قريبين أيضا من الصحفيين أو من تجمهر الناس حتى يمنعوا من اقترابهم من السيارات التي تكون قد أو تقل الأسرى الذين حصلت عليهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهذه الحركة يعني لا نلحظها في هذا الوقت تحديدا يعني، ونحن نقف في هذه الرسالة المباشرة. قد يكون الأمر يختلف خلال الدقائق القادمة، لأنه توجد هناك يعني تصلهم إشارات بقرب وصول هذه القافلة من السيارات الصليب الأحمر، وبالتالي تبدأ عناصر الأمن بالتحرك في محيط هذه المنطقة. لكن حتى الآن التجمهر عادي، لا يوجد منع من قبل عناصر الأمن، ولا توجد حتى حركة سيارات أيضا على طول الشارع في هذه الأثناء. كما قلنا، أي سيارة تأتي، أي إنارة سيارة، يبدأ الناس هنا يتحركون ترقبا لإمكانية أن تكون هذه هي سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لا نعلم الطريقة اليوم، هل هذا سؤال آخر أيضا، هل ستعمد حركة حماس وكتائب القسام إلى نفس الطريقة التي عملت بها يوم أمس، عملية التسليم تكون في منطقة ما ثم للجنة الدولية للصليب الأحمر ثم تتحرك هذه السيارات مباشرة إلى هذه النقطة، أم أن هناك طريقة أخرى؟ كما قلنا، حماس تحاول بكل الطرق أن لا تعطي نمطا واحدا ثابتا لدى إسرائيل من خلاله يمكن أن تخمن أو تصل إلى طرف خيط عن طريقة إخراج هؤلاء الأسرى وطريقة تسليمهم لأفراد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. والآن يعني حتى التجمهر هنا في هذه المنطقة في هذه الأثناء أقل مما كنا لاحظناه بالأمس، لكن حضور الصحفيين اليوم كان أكبر أيضا عن يوم أمس، وهناك اهتمام يعني عالمي أيضا من الإعلام بمختلف القنوات وحتى الصحف أيضا في هذه الأثناء في عملية تسليم هؤلاء الأسرى الإسرائيليين. حتى الرقم، الحديث عن أرقام هذه المرة أيضا يتجنب الصحفيين الحديث عنها نظرا لتضارب الأرقام. بالأمس كان هناك أيضا واضح، كان هناك تضارب في أرقام عدد الأسرى الذين سيتم تسليمهم في مقابل أيضا عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال. اليوم أيضا حدث هذا التضارب في الأرقام، وبالتالي لا حديث عن أرقام دقيقة كم سيكون عدد من سيخرج ومن سيتم تسليمه من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وكتاب القسام التي تتولى عملية تسليم هؤلاء الأسرى المحتجزين. لأنه أيضا نذكر هنا أن بعض هؤلاء الأسرى هم لدى فصائل أخرى، ليس فقط لدى حركة حماس إنما أيضا لدى فصائل أخرى. السؤال الآخر الذي لدى الناس فضول محمد له هو يعني من أين، في أي منطقة كانوا محتجزين في مدينة خان يونس في رفح؟ الأكثر غموضا بالنسبة لهم والفضول إذا كانوا أيضا من مدينة غزة، أنهم كانوا محتجزين في مدينة غزة وفي شمال القطاع، وبطريقة ما استطاعت حماس إخراجهم من تلك المناطق. وأنت تعلم محمد أن هناك حصار وإغلاق. هذا الغموض الذي لا يعرف صالح الجواب عنه، لأنه في يد المقاومة في نهاية الأمر. ومن المعلوم أن ما يحدث الآن هي عملية أمنية آنية يطرأ عليها تغيرات بسبب التعمية وبسبب محاولة الإخفاء التي تجري في قطاع غزة. الشكر الجزيل لك مراسل العربي من معبر رفح.